بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. نتحدث فيها اليوم عن جريمة التجمهر. الحقيقة قبل ما ندخل في موضوع حلقة النهاردة، الأسبوع اللي فات كان في حالة وفاة لرأس الكنيسة المصرية. نحن نقدر النسيج المشارك لنا في هذا المجتمع، نقدره ونحترم مشاعره الدفينة ومشاعره العميقة لوفاة رأس الكنيسة. ولكن الأمر اللي كان لافت للنظر ان الاعلام يعني ما عندناش في عقيدتنا، في عقيده الاسلام، المبالغه في المراسم الجنازات بهذا الامر. الاعلام كان كله بيتشح بالسواد حداد 3 ايام. فكانت ملحوظه بس حابب اقولها في بدايه الحلقه، ان ما ينفعش بعد كل اللي حصل ده يقال ان في مصر اضطهاد للطرف المشارك في المجتمع المصري. المسيحيين ليهم كل احترام وليهم كل تقدير، ولكن ما ينفعش نقول ان هم مضطهدين بعد الوضع اللي احنا شفناه. ما حصلش لمشايخنا ولا علماءنا، لو حد فيهم توفى يرحمهم الله جميعا، ان احنا شفنا هذه الحالة الرهيبة من الحداد وتسليط الضوء والكاميرات ولبس السواد بالمنظر اللي كان مبالغ فيه شوية. فدي كانت بس في البداية كان مهم ان احنا نلفت ليها النظر، ومع تقديرنا الكامل لحزن من يحزن في هذا الصدد. النهاردة ضفنا المستشار أنور رفاعي. منور يا سيادة المستشار. الله يخليك، ربنا يخليك استاذ محمد، متشرفين بحضرتك النهارده في برنامجك. منورين، ربنا يخليك. الله يبارك فيك. موضوع الحلقه هو جريمه التجمهر. انا عايز حضرتك تشرح لنا يعني ايه جريمه التجمهر ومتى تكون مؤثمه. نعم، والله احنا عشان برضو نتكلم كلام سهل على المشاهد، عايزين نتكلم في الامر بشكل فيه موضوعيه شويه وبشكل بسيط. هي جريمه التجمهر هي في مفهومها العام هي اجتماع اكثر من شخص لإبداء رغبة معينة أو إبداء اعتراض معين، ماشي، يكون من نتائج هذا الاجتماع تعطيل المرفق العام وتعكير السلم والأمن العامين. تمام. إحنا بنقول التجمهر يعني اجتماع أكثر من شخص في أي مكان ليست جريمة، ولكن حينما يصل الأمر إلى تعطيل المرافق العامة أو تكدير السلم والأمن العامين في البلد، فهنا تحدث الجريمة. يعني كنا آخر ما صدر من قوانين، وأن كنا احنا معترضين على صدورها في مثل هذا التوقيت الاستثنائي، كانت جريمة كان قانون منع التظاهر والتجمهر اللي صدر عن المجلس العسكري أخيرا. كان الكلام ده في شهر 5 2011. وقال استثنى، قال بما لا يعطل المرفق العام، يعني تتظاهر بعد الساعة 2 مساء. فالامر ده امر يعني التجمهر في حد ذاته هي جريمه بتنتج من شعور بعض الناس او احدهم بالظلم، فبيخرج على اساسه. مش معقول هيمسك مؤقت لمشاعره حتى يخرج. كنت اتمنى ان يكون القوام في تاثيم الجريمه او في حلها هو الدافع لهذا التجمهر. كنت اتمنى هذا في القانون. طبعا قلنا هذا الكلام على في جرائد كثيره وفي قنوات كثيره. كنا نتمنى هذا، ولكن للأسف الشديد لازلنا مطبخ القوانين المصري لازال مطبخ يعاني العقم في التفكير للأسف الشديد. فإحنا جريمة التجمهر هي ما فيش جريمة اسمها التجمهر أساسا. صحيح. إلا إذا حدث عن هذا التجمهر ما يعكر السلم والأمن العام. هو في الخارج جريمة التجمهر دي بتحصل لو حصل تجمهر من غير إذن، بدون إذن. هنا للأسف ما عندناش للأسف شديد فكرة اتخاذ إذن سابق على أي مظاهرة أو أي تجمهر. فالأمور بتحصل إن بيحصل تجمهر أو مظاهرة، لو العدد كبير جدا بتخرج الأمور عن السيطرة طبعا، وده اللي بيحصل في الغالب. والله احنا برضو عشان نكون المشاهد على علم بكل ما يجري، احنا شفنا في مصر مظاهرات كثيرة في السنة الأخيرة. كنا بنتمنى من الله ان احنا نفرق بقى كجمهور او كناس بتستمع فيه، حسب الكنبة موجود لا زال داخل بيوته الناس تفرق. انا اتذكر يوم 22/10/2011 كان في وقفة للسلفيين في كفر الشيخ لمؤازرة مولانا الشيخ الحويني شفاه الله وعافاه. كانت الوقفة امام محكمة كفر الشيخ. صحيح. في ساحة وصل العدد لاكثر من حوالي 80,000. وانا كنت متواجد هناك يعني، لان كانوا شارفني انا محامي الشيخ الحويني. وشفت بنفسي الشيخ محمد سعد الازهري والدكتور اسامه عبد الوارث والشيخ مازن السرساوي كانوا متواجدين. الجميع قال يا جماعه احنا ساعه ما نمشي من هنا
لازم لو في منديل ورق مرمي على الارض لابد ان احنا نشيله من مكانه. صحيح. فكانت في قمه الحضاره. ففي فئات من الشعب اللي تحتاج الى اذن. واصل من سيعطيك الاذن في هذا الشعب؟ اذا كنا احنا مصالح متضاربه يا استاذ محمد عزيز باذن حضرتك انت شايفين بنفسك من يعترض على حكم العسكر ومن يدان حكم العسكر ومن يوافق على حكم العسكر بعقلانيه. احنا ثلاث اتجاهات في هذه البلد وكل اتجاه بيخون الاخر. من سيعطي الاذن لمن؟ هذا امر مستحيل في مصر. فاحنا بنقول لا هو مش من سيعطي الاذن لمن. احنا بغض النظر عن التوجه او الرؤيه ان حضرتك انت شخص متفق على رؤيه سياسيه معينه من حقه يتظاهر وابداء رايه في مظاهره، ولكن الامور ما تتاسى مين هيدي الاذن لمين. المفترض ان يكون في قاعده عامه مجرده بتضفي المشروعيه والموضوعيه على المظاهره. يعني برضه عشان نكون بنتكلم في مصر يا استاذ محمد بعد اذنك، انا بقول لسه بدري شويه. انا بقول ما هو ده لو كان قوام المد هو ان في تكون هيئه او جهه تحدد الغايه من التجمهر او الدافع او الباعث على هذا التجمهر، واخد بالك؟ في هذه الحاله هنقول امنع التجمهر ده او اسمح بيه. لا ما هو حضرتك انا برضو انا اختلف مع حضرتك، اسمح لي اختلف. فضل. لو تم تحديد مكان للتجمهر وتم تحديد مكان للتظاهر بغض النظر عن دراسه الباعث او الدافع، تم تحديد المكان والزمان، انا 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 مش مسؤول هنا او مش مسؤوليه الدوله هنا انها تنظر في البواعث او الدوافع متى كانت مشروعه. يعني ما ينفعش مثلا ان احنا نقول هنعمل مظاهره للشواذ، ما ينفعش نقول ان احنا نعمل مظاهره للايجاد، ولكن يمكن ان نتحدث عن اختلاف طيف سياسي مع طيف اخر في مكان محدد وموعد محدد سلفا. ده اللي المفترض ان يكون فيه عليه. والله انا لسه لا زال مصر على كلمتي، لسه بدري شويه علينا بصراحه. يعني لان انا شفت بعيني ايام التحرير كنا بنبقى واقفين في ناس واقفه في لها غايه معينه مختلفه خالص عن كلمه ثوره وعن وعن وعن. كل انسان كان ليه توجه. انا شايف ان لسه بدري بالفعل يا استاذ محمد حقيقه على مصر لانها ياتي علينا يوم نقول بعد اذنك وزاره الداخليه انا هعمل في ميدان مثلا لزغلي امام وزاره العدل وقفه احتجاجيه علشان خاطر الشباب اللي عايز يعين نيابه عامه هضم حقه او او او, أو حصل له سمت ما يسوءه، وهتقول اتفضل اذن اهو بس يا جماعه اخركم الساعه 6 مساء. طيب انا هختلف برضو، اسمح لي حضرتك اختلف في هذا السياق مع حضرتك. يعني لو حضرتك تسمح لي، حضرتك انت بتقول لسه بدري، يعني انا بقول لحضرتك لا، لو احنا حطينا قاعده حقيقيه ثم تتضمن جزاء للمخالف وتتضمن الـ زي ما قلت لحضرتك تحديد المكان والزمان، هنا مش هتقدر يحصل خلل. لكن طول ما انت بتترك الامر على هذا الموضوع يبقى هنا احنا وصلنا لكلمه لسه بدري علينا. احنا دلوقتي لسه بدري علينا، طول ما حطيناش القانون لسه بدري علينا. لكن لو قدرنا نحط القانون يبقى في اللحظه دي الجزاء موجود. الجزاء موجود. الجزاء بالصوره دي عشوائي. انا عايز اقول، انا عايز احط اسباب اباحه حقيقيه ويعني يمكن ان احنا نمسك بحجم هذه الاسباب. يعني انا عايز يقول لي اسباب اباحه كده، يقول لك ان يجب ان يكون مثلا ان لو التظاهر ده لم يحدث فيه سمه ما يسوء او اتلاف منشات عامه أو يقول هذا الكلام، يبقى تكون اسباب الاباحه موجوده. يا استاذنا الفاضل، سبب الاباحه هو سبب استثنائي، الاصل في الامور الاباحه. احنا الحاله دي حاله اباحه اصلا، حق التظاهر حق مباح اصلا طبعا. ولكن اللي حضرتك بتتكلم عليه ده استثناء على الاصل، هو الا يخرج هذا التظاهر عن حدود المشروع، والا يتم فيه الاتلاف، والا يتم فيه الكسر او الحرق او القتل أو ما يؤدي بالضروره الى خروج التظاهر عن حقها المشروع. هنا دي خلل في المفاهيم قبل ان تكون خلل في طباع الاشخاص. احنا لو قدرنا نحط قواعد نقنن بها هذه المفاهيم هتتفق بالضرورة مع الأشخاص. لكن احنا لو قلنا ان لسه بدري علينا ومصر لسه بدري عليها، للأسف احنا هنا بنترك الأمور للرويبضات والبعض الناس التافهين اللي هم بيطلعوا يتكلموا. وللغاية دلوقتي انا كنت اتمنى من مجلس الشعب انه من الأمور المهمة جدا اللي كانت تدخل في حيز التنفيذ حتى يمكن القضاء تماما على فكرة التظاهرات التي تخرج عن النطاق والسياق الصحيح للأمور، كان لازم يخرج هذا القانون بتحديد. ولكن ممكن الأمر يكون في رؤية سياسية للأحزاب الموجودة، ممكن يكون في رؤية إعلامية مش عايزين يقولوا إن احنا بنحرم التظاهر، مع إن ده مش تحريم للتظاهر، هو تقنين وتحديد لكيفية تقنين التظاهر. ولكن احنا برضو بنقول لسه مجلس الشعب يا جماعة بقاله النهاردة كام يوم؟ بقاله 50 يوم النهاردة تقريبا. صحيح. بقاله 50 يوم، مشاكل كبيرة جدا جدا زي ما انت شايف يا استاذ محمد. يعني احنا بنشوف الراجل بيعقد جلستين يوميا احيانا، وفي انعقاد دائم ساعات يخلي اخر النهار، والمشاكل القائمه كل يوم جديد في جديد في جديد. يعني انا فاكر في احدى الجلسات لما 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 كانوا بيناقشوا مشكله الغاز، وكانت مشكله بتؤرق الشعب المصري باكمله. يعني انا في وقائع كثيره ما ده بيؤدي للتجمهر. هو دي من الحاجات اللي بتؤدي للتجمهر. حاجتين بيؤدوا للتجمهر في الغاز ده. الموظفين العاملين في قطاع البترول
والجمهور اللي مش قادر يوصل لحقه في الغاز. انا بقول لحضرتك واحنا بنناقش هذه والمجلس بيناقش هذه المشكله وكانت المناقشه بناء جدا وحضر الوزير واتكلموا كلام بناء جدا وبدانا نشوف حلول. خرج احد النواب وقال يا جماعه في ضرب نار قدام وزاره الداخليه وانا انا جبت خرطوش من هناك المتظاهرين صحيح. اخرج المجلس عن سياق مناقش من المناقشه تماما ودخلوا في موال اخر تماما رفع الجلسه ده واحد من 500 واحد المفروض واحد ما يقدرش يعمل اثر التاثير ده. لا بس هو طبعا بياتي على جرح يعني كلمه حق المتظاهر دي وكلمه حقوق شهداء وكلمه حقوق جرحى في هذه الايام يعني اي انسان فينا هيحاول انه يقترب منها من قريب او بعيد يعني حيناله ما يسوءه بالفعل. يعني ان ده اللي يعمل كده او اللي حضرتك اللي كده يبقى انسان خايف او انسان ضعيف. احنا بنتكلم لما نحط قاعده قانونيه بنتكلم عن ادب للشعب بس محمد لا غلط. اسمح لي ده غلط. هذا خطا ولكن ولكن خطا يجب ان يقدر. يعني لما يكون النهارده انا بناقش مشكله مبيتها ستات ربات بيوت في الشارع من الساعه 2 صباحا تخرجوا الساعه 2 صباحا بانبوبة غاز على رؤوسهم ويجلسوا امام المستودع علشان دورهم ياتي ياتي واحده الظهر ثاني يوم. تخيل لما انسان يترك زوجته او ابنته او يترك اخته او ايا كان بانبوبه غاز تخف في الشارع في ظل هذه الظروف اللي فيها انفلات امني بالشكل الملحوظ ده ومع ذلك ياتي المجلس عشان خاطر يسعف يعني عايز اجراء يسعف هذا. للاسف الشديد يخرج احد النواب بمقوله مثل هذه ويخرج المجلس عن سياق المناقشه. طيب امتى عشان بس ما نخرجش احنا كمان عن سياق المناقشه بتاعتنا نرجع لسياق المناقشه بتاعتنا. امتى تكون جريمه التجمهر دي جريمه مباح يعني ما تكونش جريمة أصلا يكون التجمهر ده حق أصيل؟ لا التجمهر أصلا هو حق أصيل هو تمام. الآن التجمهر هو حق أصيل ما لم يخرج عن حدود المباح. صحيح. طبعا حدود المباح في القانون طبعا ستك ذكرت بعضها الكسر الحرق النهب الجرائم الممتدة زي جرائم حريق أحيانا بتنتج من التظاهر يعني في الأمور دي هو ده الخروج عن 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 الاصل في في في, في التجمهر. اما التجمهر هو حق موجود بالفعل بحكم القانون ولكن بالفعل احنا لا تزال ما عندناش حاجه اسمها تصريح بالتظاهر في مصر حتى الان. يعني حتى الان مفيش جهه تديك تصريح بانك تعمل مظاهره الصبح تدعو للمظاهره زي ما بيحصل على النت او باي وسيله إن كانت او باوراق بنتلقاها جميعا في سياراتنا في الشارع وبنجد يوم جمعه او ايا كان الميعاد تجد الناس مجتمعه وبنقول يا رب عدى بخير. حتى الان تخيل دولة في قوام 90 مليون مواطن فيها حكومات متعاقبة منذ يعني دولتنا الحديثة كانت من أيام محمد علي قبل أي دولة في العالم يبقى فيها دولة حديثة وحتى الآن ما فيش جهة تعطي حق التظاهر وتعطي تصريح بالتظاهر المحدد المدة. يعني فول دو ربع يعطيك تصريح بالتظاهر المحدد المدة من الساعة كذا للساعة كذا والمكان. نعم أهم حاجة في أصل المكان. يعني عادة الناس الأوروبية اللي هم الأوروبيين دول بيبقى فيهم ساحات معينه للتظاهر صحيح تبقى خلاص جرى عليها العرف عندهم اتعرفت زي عندنا بعض الميادين خلاص اتعرفت لان احنا خلاص بقينا خبره في التظاهر شويه تخيل ان هو بس احنا خبره يعني خبره اصبحت يعني مبالغ في يعني موضوع ميدان التحرير ده في عصب الدوله للأسف. وفي قلب الدوله وفي قلب العاصمه بصراحه بيؤثر تاثير كامل على كافه الشرايين الشوارع الاخرى. نعم. على مستوى القاهره الكبرى فبالتالي. نعم. المظاهره في ميدان القاهره اصبحت في ميدان التحرير لو هو ده المكان اللي هيعد اليه بالمظاهرات هتؤدي لشلل تام في الدوله. هو اصل المشكله اسمع احنا كان ينظروا لميدان التحرير على ان هو الصينيه اللي في النص وتظل المواصلات قائمه والدنيا ماشيه. للاسف الشديد احنا عندنا احنا دايما متعدين ومتعسفين في كل الحقوق عادتنا هكذا. يعني انت ممكن تقول المليونيه بالفعل لو هي مليونيه ما تعطلش الميدان لكن مع ذلك تجد باعه جائلين وتجد ناس بايعين سريحه وتجد بعض البلطجيه وتجد بعض الحراميه بترى ان الشوارع اغلقت تمام. يعني بيحزنني كثيرا لما اعد النهارده في ميدان التحرير واجد ان مفيش عسكري مرور واحد في ميدان التحرير. هلا مفيش مظاهرات يقول لك لا اصل باعه الجائلين كلهم بلطجيه. طب يعني شفت هل تتخيل ان العساكر بقت خايفه؟ صحيح. طب انت حضرتك انت قلت انت كنت في موجود في وسط تظاهره كبيره في كفر الشيخ اثناء المحاكمه التي عقدت لفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني وحضرتك شفت بسم الله ما شاء الله الشباب باخلاقيات عاليه جدا ونظفوا المكان بعد ما مشوا في حاله مماثله في اماكن اخرى لو في تظاهره وحصل نوع من انواع الاندفاع والتجاوز والخطا الامن بيتعامل المفترض ان يتعامل مع هذه الامور باي نوع من التعاملات. المفترض في كل الاحوال ان الامن له سياق قانوني في التعامل. صحيح. يجب ان لا يخرج عن حد التعقل باي حال من الاحوال. يعني لو هو امامه حتى
واحد مجنون رسمي. القصة يعني ليس له حق أنه يقتله أو يتعسف معه، وأن يكون حق الدفاع الشرعي للأمن متكافئ مع الأداة المستخدمة. يعني ما يجيليش النهاردة شوية أولاد بيحدفوا طوب أو ملتف أضربهم بالنار في دماغهم أو في عينهم. هذا كلام خارج عن المألوف تمام، وكلام لا يقبله أحد ولا تقبله شريعة. إن لو في الموما وما يحصلش ده، لكن إحنا بنقول دائما إن الأمن يجب الأمن. الحمد لله رب العالمين في مصر، نحن كان عندنا وزارة الداخلية قد وزارة الدفاع 4 مرات في مصر، ومع ذلك كنا بنجد أحيانا بعض في الأيام الغابرة بعض الأساليب الغير عادية في طريقة صد الهجوم وفي طريقة احتواء أزمة ما. يعني لا، أنت مش محتاج أنك تطلع سلاحك كضابط شرطة إلا إذا وجدت الطرف المعتدي معه سلاح هو الآخر. فإحنا للأسف الشديد منظومة الشرطة، طبعا احنا بننادي بالهيكلة وبننادي بكلام كتير قوي في هذا الأمر، ولكن المنظومة الشرطية في مصر يجب أن هي تحصل على دورات مكثفة في طريقة التعامل في وقت الأزمات. طيب متي نخش بقى على إيه؟ على أرض الواقع. نحكي قصة كده واقع حقيقي على أرض الواقع. متهم فيها أحد الأشخاص بجريمة التجمهر، ونحكي أحداثها. في واحد اسمه الشيخ أبو يحيى. ربنا يفك سجنه والله. حضرتك طبعًا. أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن الشيخ أبو يحيى. أنا أشرف أولا بأن أنا فريق الدفاع، لست رئاسة لفريق الدفاع، طبعا هذا شرف كبير، لكن أنا أشرف دائما بأن أنا أكون رئيس لفريق لهذا الفريق من الدفاع. حضرتك في فريق الدفاع، ويمكن أستاذنا أستاذ علاء برضو في الطريق. أستاذ موجود إن شاء الله. طبعا موجود في الطريق إن شاء الله يستخدم معنا بعد. ولكن إحنا معنا الأستاذ أبو بكر فيصل، ومعنا الأستاذ أحمد سيف وعلي إسماعيل، والأستاذ محمد إسماعيل سبق له الحضور قبل ذلك، وأساتذة كثيرين. طبعاً أنا عايز حضرتك تحكي لي الموضوع. إيه هي القصة؟ هو متهم بجريمة التجمهر، متهم بأحد أنا يعني. لا التجمهر غير التجمهر يا سيدي. أما إحنا بس عايزين حضرتك تمام. إحنا بنقول طيب بداية ناخد الفاصل ونبتدي بقى في القصة بتاعتنا بعد الفاصل. نستأذن حضراتكم فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله. سنعود إن شاء الله. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة. البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد. لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر. أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني. عملت الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟ تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره. وجه القمر. تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة. وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44
أو تليفون رقم 011-55437 أو تليفون رقم 011-522-156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. حان الآن موعد أذان المغرب. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح حي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بفضل الله. بفضل الله. السلام عليكم. عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين. ينضم إلينا أستاذنا الأستاذ المستشار الزميل أستاذ علاء عالم الدين المحامي. أهلا بسيادتك، منورنا.
حضرتك اتكلمنا قبل ما حضرتك اتشرفنا بالانضمام عن التجمهر باركانه كجريمه، وبدانا ندخل في قضيه الشيخ ابو يحيى. عايز برضو حضرتك تدينا نبذه بسيطه كده عن قانون التجمهر عشان تدخل معنا في سياق الحلقه. اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فيما يخص جريمه التجمهر، يعني لا شك ان سعاده المستشار انور يعني اجاد وافاض، ولكن تعليقا سريعا على هذا الموضوع، قانون التجمهر بيحكمه القانون 10 لسنه 1914، قانون صدر من حوالي 98 سنه، صدر في ظروف تاريخيه معينه، في ظل وجود سلطه محتله، صدر هذا القانون بقصد تقييد حريات الناس وبقصد منع الناس من الثورة سواء في مصر أو في السودان في هذا الوقت التي كانت محتلة تحت الاحتلال الإنجليزي، بقصد تقييد حريات الناس ومنعهم من الثورة على السلطات المحتلة في هذا الوقت. هذا القانون مكون من 5 مواد. هذه المواد هي التي يحاكم بمقتضاها الأخ أبو يحيى ومن معه في قضية إمبابة. هذه المواد لو أننا نظرنا إليها وقيمناها من الناحية القانونية الصرفة لوجدنا أن هذه المواد كلها معيبة. فالقانون برمته من حيث الشكل لم يعرض على أي مجلس نيابي أو على أي مجلس تشريعي، المصدر بأمر من الخديوي في هذا الوقت دون أن يعرض على أي مجلس تشريعي على مدار السنين الماضية. وهذا القانون في مواده خالف أحكام قانون العقوبات نفسه فيما يخص جريمة الاشتراك، لأنه جعل الشخص اللي بيوجد في مكان فيه تجمهر ما مسؤول عن كل فعل يصدر من أي من أعضاء هذا التجمهر. وحمل هذا القانون في مادته الرابعة، حمل من دبر هذا التجمهر لو نسب إليه ذلك ونسبة هذا الأمر إليه أو لغيره خاضع لمحض تقدير السلطة الممثلة في الشرطة. يعني الشرطة تملك أن هي تقول أن فلان من الناس هو الذي دبر هذا التجمهر. إحنا الثلاثة اجتمعنا دلوقتي على الهواء، وانا اللي مدبر لقاء فانا اللي اتمسك. هو نعم. كده هي المعنى ده، هو ده قانون التجمهر مثلا. ومش كده وبس، ده اذا صدر فعل مؤثم من احد اعضاء التجمهر، 10 افراد مثلا في مكان ما، وقالوا انه علاء هو اللي دبر هذا التجمهر، وصدر جريمه من واحد من هؤلاء العشر، يسال علاء عن فعل جميل. هذا الشخص حتى ولو لم يكن علاء ده له علاقه بالشخص ده ولا يعرفه. فهذا الذي اتى به القانون في مادته الرابعه يخالف مواد قانون العقوبات في تعريفها للاشتراك الذي يفترض تلاقي إرادات، يكون في وضوح في الرؤية، يكون في علم وفي إدراك اللي هو القصد الجنائي المعروف في قانون العقوبات، يكون في وضوح في الرؤية، يكون في تلاقي الإرادات حتى نستطيع أن ننسب إلى هذا الشخص اللي هو اللي حرض على ارتكاب هذه الجريمة. صحيح. الأخ أبو يحيى للأسف بيحاكم بهذا القانون اللي صدر من سنة. بس أنا قبل ما ندخل للشيخ أبو يحيى عشان برضو نكون واضحين، حضرتك قلت إنه لم يعرض على مجلس تشريعي، ولكنه مرسوم خديوي. مرسوم خديوي. وما فيش نص نسخ هذا النص أو نص لغاه. خلينا نتناقش برضو عشان نتكلم في القانونية والمشروعية. طالما لم يأتي نص ينسخ هذا النص أو يلغيه فهو سائر. هو سائر. عشان بس يكون واضح للسادة المشاهدين. هناك محاولة الآن أو في مشروع بقانون مطروح من قبل الزميل. هو بس عشان دي تبقى واضحة. صبحي صالح لإلغاء هذا المرسوم بقانون اللي صدر من الخديوي في سنة 1914، نظراً لأنه من القوانين سيئة السمعة. القوانين التي تفتأت على حقوق وعلى حريات الناس. ده بتاع البوليس السياسي. والتي وسعت بقدر هائل من سلطات جهات الضبط ممثله في الشرطه ان هي تقدر ان فلان ده هو اللي دبر التجمهر او ان فلان اشترك في التجمهر، ثم تنسب الى شخص بعينه اي فعل صدر من افراد ربما لا يعرفهم اصلا. يبقى احنا هنا لما نيجي نتحدث في هذا القانون ما نقدرش نقول ان هذا القانون مصب عوار تشريعي بقصد ما يمكن ان نتحدث انه القوانين التي ينبغي ان تطبق تعد في عداد القوانين الاصلح للمتهم، وهذا القانون يمكن ان ينسخ بصدور قوانين اصلح للمتهم. وحتى يصدر القانون ينسخه او يلغيه هو قانون ساري. صحيح. لكن هذا القانون قابل للطعن فيه بعدم الدستوريه نظرا لمخالفته لنصوص كثيره من الاعلان الدستوري ومخالفته لنصوص قانون العقوبات في توسعته لمجال الاشتراك في الجريمه، لانه جعل من دبر التجمهر مسؤولا عن كل فعل يصدر من افراد هذا التجمهر حتى ولو لم تلتقي ارادته مع اراده غيره من المتجمهرين. ده التجمهر. نسمع من الناحيه التاريخيه. نسمع من انور بيه بقى موضوع الشيخ ابو يحيى. انا بس اضيف ان بالفعل تم فعلا حصل تعنين بعدم الدستوريه على هذا القانون قبل ذلك، وقضت
بعدم قبول لزوال الصفه لانه ما كانش فيه صفه لرفع الدعوه. ماشي يعني. وهذا طبعا القضاء ده بيؤكد وجهه نظر حضرتك يا استاذ علاء، لان بالفعل لم تقضي في الموضوع. يعني يكفي ان المحكمه لو انها ارتأت المحكمه الدستوريه ان تتعرض لموضوع الطعن كانت تعرضت، ولكنها قضت بعدم القبول. يعني واحد بمعنى ان حضرتك بتقصد ان واحد رفع دعوه مبتدئه نعم. بالطعن نعم. ما كانش اثناء نظر دعوه زي اللي احنا بصددها نعم. برضو الاستاذ نعم. المشاهدين عشان برضو يكونوا نعم. مشاركين نعم. معنا في هذا الامر، الطعن بالدستوريه بيكون باحد طريقين، اما دعوه مبتدئه او اثناء نظر قضيه نعم. زي اللي احنا فيها بتاعه شيخ ابو يحيى نعم. الحاله بتاعه شيخ ابو يحيى من حقه يطعن بالدستوريه على القانون طبعًا. اللي هو طبعًا. بيحاكم فيه لكن الحاله الاخرى التي قضي فيها بعدم وجود صفه هي شخص نعم. بيرى قانون فبيلاقي ان القانون ده مش عاجبه فبيطعن عليه بدعوه نعم. مبتدئه نعم. بيقولوا ان اصابه بضرر ما وانه هنا له صفه وله مصلحه. المحكمه الدستوريه العليا في الحاله دي ارتأت ان هذا الشخص ليس له صفه. الحاله دي اسمها من الإجراءات الشكلية لم تتطرق فيه المحكمة أو لم تدخل إلى صلب القانون لتبحثه نعم. أو تمحصه، وإنما هي ارتأت أن الصفة غير متوفرة فهو إجراء من إجراءات الشكل لم تدخل في عمق الموضوع. تمام. احنا بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأخ أبو يحيى يعني أزال الله غمته الأول طبعا لأنها غمتنا جميعا بصراحة. الأخ أبو يحيى كان في يوم 7/5 على حسب الأحداث في المنصور، والكلام ده ثابت بشهود قدمها طبعا الاستاذ علاء كان بيحضر قبلنا. يعني انا استدعيت لهذا الامر تقريبا في جلسه 4/12 او بعد جلسه 4/12 من قبل الدكتور اسامه عبد الوارث. طبعا هو اللي قال لي كذا. حضرتك احكي لنا بس الموضوع يعني عشان بس ما نخش في الموضوع ده. فللاسف كان في المنصوره بان وقوع فتنه امبابه، هو تربطه علاقه قويه جدا بالمجلس العسكري واعضائه وكل ضباط مصر تقريبا يعني يعرفون الشيخ مفتاح اللي هو ابو يحيى. فالراجل لما راى ان هناك نار للفتنه سوف توقد في هذه الايام الصعبه، كان في شهر 5 بعد الثوره مباشره، فاتصل باحد اعضاء المجلس العسكري وقال له ارجوك انا فيه ولد زوجته مخطوفه داخل احد الكنائس ومتوجع علشان يبحث عنها، ارجوك شوف الامر ده عشان ما تبقاش فتنه والامر ما يتطورش للدرجه طبعا اللي احمد عقبها او للدرجه اللي اتطور اليها الان. بالفعل هذا الكلام مثبت داخل الاوراق طبعا، يمكن الاستاذ موجود الاستاذ علاء جايب الاوراق معاه. اثبت هذا الكلام داخل محضر التحقيق داخل كل حتى في محاضره التحريات. اصبح ابي يحيى الان مبلغ او نقول شاهدا ماشي هذا الامر، يعني لا يخرج عن هذا او ذاك. فابو يحيى استمر في المنصوره كما هو واجرى بعض الاتصالات من تليفونه الخاص في المنصوره واتى بشهوده الى الجلسه، حضروا معهم الزملاء المحترمين وقالوا ان الشهود بتقول لرئيس ان الراجل ده كان معانا مصلي بين العشاء يوم 7/5 حلق عند الحلاق بين المغرب والعشاء، مصلي بين المغرب امام، مصلي العصر امام، يعني في هذا اليوم باكمله هو موجود في المنصور. ما كانش موجود بالمره. واثبت يعني للحقيقه النيابه العسكريه اثبتت بانهم تلقوا اتصال من شخص يدعى ابو يحيى. هذا الامر ثابت. انا عايز حضرتك، هو يوم الواقع يوم 7/5 مش كده؟ تمام. هو الـ 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 الاوراق كامله بتثبت انه كان غير موجود بالقاهره. لا انا عايز حضرتك تحكي لنا الصوره العامه. ابو يحيى ابو يحيى لم يسال في التحقيقات، صدر امر بضبطه واحضاره ولم يتم ضبطه واحضاره الا بعد احاله القضيه الى المحكمه، فامتنع على النيابه العامه ان هي تجري معاه تحقيق وصار اجراء التحقيق بمعرفه المحكمه المختصه بنظر الدعوه. المحكمه المختصه بنظر الدعوه سالت ابو يحيى عن الواقع المنسوب اليه، فنفى. ما سالش طول تحقيقات النيابه؟ لم يسال اطلاقا. ابو يحيى ليس له الاقوال في تحقيقات النيابه حتى هذه اللحظه. سئل بمعرفه المحكمه المختصه باجراء المحاكمه عن صحه قضيه تحقيق، يعني المحكمه انتدبت قضيه تحقيق ولا لا؟ لا هو سالته المحكمه في المحاكمه السؤال الاجمالي ودافع عن نفسه قال انا ما كنتش يعني لم يتم سؤاله في النيابه العامه. انا بس انا حابب اوضح ده، لم يتم سؤاله في محضر الاستدلالات اللي هي الشرطه او الشرطه العسكريه، لم يتم سؤاله في النيابه العامه او لم تنتدب المحكمه قاضي للتحقيق معه. هو والاخ خالد حربي كذلك، انما هم وجودهم اول مره كان داخل المحكمه. طب انا عايز حضرتك احكي لي كده الاحداث. ماشي. نعم. هو زي ما تفضل سياده المستشار وبين الاخ ابو يحيى والاخ خالد حربي اللي هو المتهم الثالث بعد ابو يحيى على طول تردد اسمهم بعد احداث امبابه امام مسبيرو. اول مره نسمع ابو يحيى وخالد حربي وشخص ثالث، يعني ربنا يعافيه لا نريد ان نذكر اسمه لعله بيسمعنا دلوقتي عشان ما يتهرش. لا تردد اسمه، فتردد اسمه ان دول لابد من اجراء قانوني ضدهم.
ليس لان هم لهم علاقه بقضيه امبابه، ولكن ان في رابط بيربط هؤلاء الثلاثه ان هم ناشطين في مجال مساعده المسلمين الجدد. فكان رد الفعل اللي حدث بعد هذه المطالبات التي تمت من المعتصمين امام مسبيرو بعد احداث امبابه ان فوجئنا بصدور امر الضبط واحضار لابو يحيى وامر الضبط واحضار للاخ خالد حربي. ما هو برضو الموضوع ما يجيش كده، ما انا هقول لحضرتك يعني الموضوع انا جاي لحضرتك الاوراق هي اللي هتوصل. هو جه كده ما يجيش، هو جه كده فعلا، هو جه كده، هو جه كده فعلا، هو هو الموضوع تم كده، ضبط واحضار للشخصين دول، وكنا حتى متخوفين للاخ الثالث انه يتم صدور امر الضبط واحضار، وما تمش الحمد لله. طب تقول اسمه عشان بعد الحلقه؟ مش هقول اسمه، هو هو اول حرف من اسمه الدكتور حسام ابو البخاري، حسام ابو البخاري اول حرف من اسمه بس، كان هيبقى ضيفنا النهارده. فربنا عافاه الدكتور حسام، و فوجئنا بالأخين دول صدر أمر بضبط وإحضارهم. الأخ الأولاني أبو يحيى قاعد في المنصورة، ملوش علاقة بالقصة دي خالص. الأخ الثاني خالد حرب قاعد في اسكندرية، ملوش أي علاقة بالقصة دي خالص. يعني الكلام ده اللي احنا بنقول ان هم ما لهمش علاقة بالموضوع ليس دفاع مننا ان احنا محامين عنهم، لا، ده اللي أفصحت عنه الأوراق. الأوراق في بدايتها لما كانت غضة طرية ما زالت بريئة، لم يتم حبك الموضوع بمعرفة المباحث الجنائية، لما كانت الأوراق لسه في بدايتها كانت الأمور ماشية بتقول إيه؟ إن اللي إحنا اللي بلغنا بالموضوع واحد اسمه أبو يحيى بس، اللي بلغنا بالموضوع. هل يتصور إن واحد بيجمهر الناس ويحرض الناس هو اللي روح يبلغ عن نفسه ويتصل بجهات التحقيق وجهات الضبط ويقول لهم الحق ده أنا بجمهر الناس وأنا اللي بجمع الناس؟ كلام غير منطقي وكلام غير متصور. الأمر الثاني لما جم يتكلموا عن الأخ خالد حربي، أخ خالد حربي شغال مهندس، مهندس زراعي، فقالوا في التحريات بتاعتهم اللي بعثوا بها للنيابة العامة تدليلا على ضبط والإحضار عشان حتى يجعلوا للأمر شكل قانوني، قالوا إن هو سن 32 سنة وده غير حقيقي، ساكن في المكان الفلاني وده غير صحيح، قالوا إنه شغال محامي على الرغم إن هو راجل شغال مهندس زراعي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ تدليلا للمشاهد الكريم اللي مش متخصص في القانون يتأكد إنه لم يتم إجراء أي تحريات أصلاً، لأن ضابط التحريات اللي مش عارف اللي بيتحرى عنه سنه كام ولا ساكن فين ولا بيشتغل إيه، لا يتصور عقلاً إنه أجرى تحريات عنه، لأن بديهيات التحريات إن أنت بتعمل تحريات عن شخص بتعرف معلومات عن هذا الشخص، سنه وعنوانه وعمله، ثم بعد ذلك تقدم هذه المعلومات إلى النيابة العامة تدليلاً على صحة إسناد الواقع إليه. صحيح. اللي حدث إنه قدموا معلومات مغلوطة إلى النيابة العامة وحطوا الأخ خالد حربي المتهم الثالث. ليه؟ لأن هو مدير المركز الإسلامي لمقاومة التنصير، المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير. فللأسف قدم هذين الشخصين طردية لبعض الثائرين في هذا الوقت، والأوراق أفصحت. الثائرين إزاي يعني؟ بعد أحداث قضية إمبابة كلنا عرفنا وكلنا شفنا، هو تجمع الناس قدام مسبيرو بعض الأقباط وساروا ونادوا بأسماء هؤلاء الثلاثة. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، هو الحادثة دي نتج عنها وفاة كم واحد؟ لا كثيرين، أنا ما عنديش أحصائية بالوفيات، بس أنا من المسلمين أو من غير المسلمين، من غير المسلمين، الطرف ده كام والطرف ده كام؟ مات من المسلمين سبعة ومات من النصارى ثلاثة. نعم. السلاح المستخدم، طب الإصابات والإصابات بس لا ثواني بس أنا واحدة 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 بس أنا هو السؤال محدد القتل أما الإصابات هنيجي للإصابات أرجوك بس أرجوك. الأسلحة المنسوب للمسلمين أحد المتهمين منسوب ليه أنه استخدم فرد خرطوش. طيب أنا عايز أعرف الجثث الخاصة بالمسلمين وجد فيها الإصابات اللي أدت للوفاة إيه؟ يعني موجود أثار إصابية، وطبعا لم يستقر المقذوف الناري في الجثه، فالطبيب الشرعي طبيعي انه ما يعرفش يحدد السلاح المستخدم، فلم يستطيع انه يكتب في تقريره انه استخدم سلاح كذا، لكن من اقوال الشهود الذين السلاح المستخدم عايز اعرف السلاح المستخدم من قبل غير المسلمين، طبنجات، اسلحه اليه، افرد خرطوش، جمع فرد، افرد خرطوش. طيب المسيحيين مات منهم كام؟ ثلاثة. نعم. السلاح المستخدم في القتل في احدهم مات نتيجه احتراق نتيجة وضع النار عمدا في كنيسة العذراء، تمام، وفي البعض نتيجة برضه لم يستقر مقذوف ناري في الجسد ولا نعرف مصدر إطلاق النار، إن كان من قبل السلاح، لأن كان في سلاح بيستخدم من أسطح بنايات فلا ندري فكان الضرب عشوائي مدى دقة التصويب اللي بيطلق السلاح.
صحيح. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. ده دقه التصويب ده اللي انا عايز اقوله حضرتك ان واحد واقف على سطح بيت ماسك بندقيه قالب يرش بيها وبيضرب بيها ضرب عشوائي اللي كانوا متجمهرين اللي كانوا موجودين قدام في المكان ده في الشارع ما كانوش كلهم مسلمين. طيب يعني كان خليط من الناس. فاللي بيطلق النار لا يستطيع ان هو يميز بين اللواء اللي موجود ده طالما هو على سطح البنايه عليه. احنا قلنا بس انا ارجوكم بس عشان اوضح احنا قلنا 7 من المسلمين ربنا يرحمه ان شاء الله وثلاثه من المسيحيين. كم متهم في المسلمين وكم متهم في المسيحيين؟ لا هي النيابه العامه يعني قسمت بالنص تماما 48 متهم 24 يعني اللي قتل ثلاثه مسيحيين 24 واحد. طب الاصابات كم واحد؟ الإصابات من المسلمين أكثر من 35 مصاب من غير المسلمين 17. يعني الواقع نفس النسبة تقريبا. نفس نسبة القتل تقريبا. تمام. أنا عايز أقول حاجة بس تدليلا على بطلان التحريات اللي اتكلم فيها الأستاذنا الأستاذ علاء. أنت عارف إن حتى أبا يحيى يعني لما قيل إن خالد حارب محامي وأنا ضحكت من هذا الكلام وقيل على غير سنه. لا. أبا يحيى أيضا العميد فايز أباظة رحمة الله عليه مش هو الله يرحمه توفي رحمة الله عليه أما قال في تحرياته وأتى باسم من يا أستاذنا أتى باسم مفتاح محمد فاضل من البحيرة مش كده يا فندم وسنه 60 سنة على الرغم من أبو يحيى مفتاح محمد فاضل سنه 40 سنة ومن المني تمام حضرتك فده دليل يعني دليل يقتل القضية من جذرها لو أن المحكمة توجه في أنها تعطي أو تفرق حتى على الأقل عن هذا الشخص أو تمحص أوراق القضية. ولكن لما ترى أن العذر الذي يبدأ في هذه الحالة يا أستاذ محمد القضية جماعة كبيرة تعدت 3000 ورقة واستنى لسه ما قريناهاش دي حاجة. لا أنا بس عشان أنا جايب أقوال العميد فايز أباظة هو الراجل قال أن الواقعة كانت مجرد تجمهر عادي 25 شخص وبيرددوا شعارات دينيه عاديه طلع احد الاشخاص اسمه عادل لبيب نعم. باطلاق الرصاص على ايه نعم. على المواطنين عشوائيا نعم. فاشتعلت الاحداث يعني لولا بدايه اطلاق الرصاص كنت عايز اقول حاجه من سلاح آلي من سطح يعني احد المنازل سبقتنا بصوره عشوائيه لم يكن ابدا لهذه الاحداث ان تحدث بهذه الصوره وتلك الكيفيه يعني في سلاح آلي كان مع احد الاطراف في اضافه في هذه الجزئيه معذره اتفضل استاذ برضه كلام سياده العميد في أقواله في التحقيقات قال إن لما الأخ زوج الأخت عبير بنات لها في السياق نتكلم عن قصتها يعني لأن أنا حضرت معها في التحقيقات هي نفسها يعني راح للشرطة وقال لهم أنا زوجتي محتجزة في معانا الشيخ رجب شقيق الشيخ أبو يحيى. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام تفضل. ممكن بس اطفي التلفزيون يعني اوطي التلفزيون. اخو الشيخ ابو يحيى اتفضل. انا بعدت خالص عن التلفزيون لو سمحت وطي التلفزيون. انا شديد كتير عن اللي اتكلمه استاذ انور واستاذ علاء اتفضل. لكن كل ما اريد قوله هو ان قضيه ابو يحيى قضيه مسيسه من الدرجه الاولى. تمام. في الاول خالص من ساعه كانت قضيه كاميليا شحاته كان قداسة البابا معلش كان قداسة البابا في أمريكا وكان بيتصل بالقيادات هنا لدرجة المخلوع إن الست دي لازم ترجع كاميليا شحاتة فهي على خلفية القضية دي أصلا. القصة الثاني اللي اسمه فلوباتير كان فلوباتير جميل هو اللي حضراتهم مش عايزين يجيبوا أسماءه يعني بس معلش لأن أنا ده أخويا ما فيش مشكلة واقف قدام ماسبيرو بعد ما خرب الدنيا وقال أنا جاي أحتل ماسبيرو وجاي أعمل وجاي حارب هناك في الآخر يرفع صور الشيخ أبو يحيى والشيخ الزغبي والشيخ والأخ خالد حربي يرفع صورهم ويقول دول لازم يتصفوا دول لازم يتحبسوا دول لازم يعتقلوا دول لازم ينتقم منهم إن ما عملتوش كده إن شاء الله مش هتهدى البلد. ليه عملوا إيه دول يعني؟ فالقضية من الأول للآخر مسيسة من الدرجة الأولى واعلم أن هذا القاضي حتى اللي ماسك القضية أقسم بالله ما هو معترف بالثورة والله ما هو معترف بالثورة. طب أنت حضرتك يوم الواقع بس وشه بالداخل 15 سنة يوم الواقع الشيخ أبو يحيى كان موجود في القاهرة ولا كان موجود فين؟
الشيخ ابو يحيى كان موجود في المنصوره عند زوجته الثالثه، وكان عند الشيخ مصطفى العدوي وتلاميذ الشيخ مصطفى العدوي كلهم شاهدين على ذلك. ولما رحنا بس للاسف يعني في واقعه احب اقولها يعني لما رحنا نجيب الشهود دي ونقول لهم ان الشيخ كان عندكم ولا لا، ورحنا نسجل الكلام ده في مركز اجا في اسم مركز اجا، اقسم بالله المامور قال دغري كده ما اقدرش اعمل لك كده لانه ممنوع، يعني مش عايز حتى يثبت شهاده الشهود لان القضيه متسيسه. طيب احنا والله كان في المنصوره واللي هو اللي مبلغ اللي هو حمدي بدين، بنشكر لحضرتك حمدي بدين عارف كده كويس، بنشكر لحضرتك اتصالك، مش معقول يعني ابلغ، بنشكر لحضرتك اتصالك وبنشكر لحضرتك مداخلتك، ويعني ربنا يظهر الحقيقه ان شاء الله ويثبتكم. تعقيب حضرتك بس اضافه تفضل به المستشار انور. سيادة العميد لما تلقى البلاغ من أبو يحيى نفسه عن طريق الشرطة العسكرية، تلقى البلاغ بالتليفون، انتقل فقابل الأخ ياسين ثابت اللي هو المتهم الأول، زوج الأخت عبير اللي هي بأسماء أسماء محمد أحمد إبراهيم بعد ما اقتنعت بإسلام عن طواعية واختيار، وإحنا ممكن نحكي قصة إسلامها وهي أسلمت ليه، لأن هي رغبت في الإسلام لما وجدت حجاب المسلمات، هي قالت كده في تحقيقات النيابة، من فضل الله حضرت معها في النيابة العامة، من فضل الله. وكنا بسألها إيه الباعث لك على الدخول في الإسلام، قالت أنا وجدت النقاب المسلمة واستشعرت أن ده شيء فيه تكريم للمرأة المسلمة، فده كان لافت لنظري لهذا الدين للإسلام، فابتديت أسأل عن الإسلام وأعرف إيه أحكام الإسلام، فكان اللي بيعاونها على معرفة أحكام الإسلام ثم إشهار الإسلام بعد ذلك الأخ ياسين ثابت. كان الشيخ أبو يحيى كان له لقب؟ لا نهائي مطلقا. أبو يحيى دوره في الموضوع أنه عالم بأن في مشكلة، بلغ جهات الاختصاص الحقوا في مشكلة، بلغ له عند مدين قال له أنا عندك مشكلة، انتهى دوره، ملوش أي علاقة بالموضوع أكتر من كده، وما كانش موجود في المكان لا في مبابة ولا في الجيزة ولا في القاهرة خالص، كان في موجود في المنصورة ساعات. فالمهم الأخ ياسين لما علم أن زوجته بعد إشهار إسلامها أهليتها خدوها ودوها أحد الأماكن في أسيوط، أحد الكنائس في أسيوط احتجزت هناك، ثم أتوا بها إلى العباسية لمحاولة إعادتها مرة أخرى إلى النصرانية بعد ما أشهرت إسلامها رسمي ومعها إشهار إسلام رسمي موثق، كان ده ثابت في تحقيقات النيابة، وعلم بعد ذلك أن هي موجودة في مكان ملحق بالكنيسة اللي موجودة في إمبابة. زوجته أسماء اتصلت بي وقالت له أنا في المكان الفلاني، فياسين استعان بالشرطة وقال أنا جالي اتصال من زوجتي أنها موجودة في المكان الفلاني، انتقل العميد. ده السر الحقيقي للأحداث اللي بيحكيها ياسين واللي تأيد بما جاء في أوراق الدعوة بعد ذلك. انتقل سيادة العميد مع ياسين وقال له فين المكان، قال له في المكان الفلاني، كان ياسين موجود ومعه بعض المصلين في مسجد اسمه نور الحبيب في منطقة مباب. العميد بيحكي الكلام ده بيقول احنا كنا رايحين الموضوع كان هينتهي، وكنا هنشوف المكان اللي هو ارشد عنه هل فعلا زوجته موجوده فيه ولا لا، وانتهي القصه. فوجئنا زي ما قال باطلاق النار من اسلحه اليه تجاه سياده العميد نفسه وتجاه القوات اللي كانت مصاحبه ليه وتجاه المتواجدين من المسلمين، ثم اشتعلت الاحداث بعد ذلك. فلا كان في تدبير ولا كان في تلاقي ارادات على تجمهر، ولا كان ابو يحيى له دور، ولا خالد حربي له دور، ولا حد من المتهمين في القضيه له دور، ولا كان في تجمع مقصود ابدا. كانت القصه زي ما حكاها العميد نفسه وزي ما حكاها ياسين ثابت وهو بيحكي بيدلب باقواله في النيابه العامه بمنتهى السلاسه بمنتهى البراءه، وما كانش حد حاضر معاه حتى يلقنه اقوال يدلبها، بيحكي القصه زي ما حصلت. هو ده السير الحقيقي والواقع اللي تم في هذه القضية، واللي أيادته بعد ذلك الأخت أسماء في أقوالها في تحقيقات النيابة. هي أسماء اتقبض عليها؟ أسماء اتقبض عليها وحبست فترة، قلت لي لها فترة ليه؟ يعني عملت إيه أسماء؟ نسب إليها عدة تهم. طبعا مش هيقولوا أن هي تهمتها أنها أشارت الإسلام، مش متصور أن هي تحبس أن هي أشارت إسلامها، ولكن قالوا إيه؟ ان هي زورت في اشهار الاسلام، ان هي كتبت ان هي غير متزوجه في حين انها متزوجه. لما سئلت في تحقيقات النيابه برضه قالت بمنتهى البراءه، قالت انا في بطاقتي اللي موجوده بطاقه قديمه اللي انا قدمتها للموظف المختص باشهار الاسلام مكتوب فيها ان انا غير متزوجه. الموظف نقل من البطاقه كتب كده في الاشهار، انا لو قلت له اكتب متزوجه ولا غير متزوجه، انا لما اروح اعمل توكيل مستند رسمي بقدم بطاقتي للموظف المختص، الموظف بينقل البيانات اللي موجوده في البطاقه. صحيح. فده اللي حصل، قالت ده اللي حصل، انا اديت الموظف المختص بطاقتي كتب البيانات المكتوبه في البطاقه ان انا انسه، لان انا ما غيرتش بطاقتي لسه بعد ما تزوجت. فنسبوا ليها
ان هي زورت في اشهار الاسلام ان هي كتبت انها متزوجه في انها انسه في حينها متزوجه. قالت الكلام ده في تحقيقات النيابه ما كان من النيابه العامه الا انها امرت باخلاء سبيلها وخرجت وهي حاليا الان معتزه باسلامها وترتدي نقابها من فضل الله وحده وربنا يحفظها ان شاء الله. طيب الوضع الحالي في القضيه دي واقف عند ايه؟ لا احنا واقف عند ايه دي قصه كبيره جدا يا استاذ محمد. يعني احنا كل جلسه المحكمه تستف اوراق تسمع شهود كل جلسه بقى لكم جلسه بس على القصه دي كل الشهود يؤكدوا شيء واحد ان المسلمين ما كانش حد فيهم معاه سلاح وان اللي ضارب بالنار فلان وفلان 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 من الطرف المسيحي معايا يا فندم. لم ياتي احد الشهود ولا احد المتهمين ال 48 او 47 دون اباه ماشي قال ان اباه حرضني او حتى كلمني. الوحيد اللي قال كلمني هو فايز أباظة وعمر الرضا اللي قالوا في دباجة تحرياتهم إن أبا يحيى مبلغ وفي نهاية تحرياتهم قالوا أنها محرض أو مدبر. معايا حضرتك؟ طيب أنا معلش أنا في الواقع ما بحبش أسرد ولكن أنا معلش هقول الكلام اللي يجب إن مش هنوجه محكمة ولا هنوجه قضاء طبعا أستاذنا وتعلم أن هذا يعني فيه تأثير على جهة الفصل لكن أنا بقول حاجة واحدة بقول استعمال حتى القانون الأصلح خصوصا بعد إلغاء حالة الطوارئ من أساسها إذا كانت المحكمة تتعلل بأنه لم يأتي للنيابة ثمة شيء يفيد ذلك فأنا بقول لها يا محكمة الأمر نشر في الجدار الرسمي في ذات الوقت فيما يخص إلغاء الطوارئ صبر يعني صبرا يا أستاذ أنا أقول بقى حاجة تانية كمان اتفضل. إلا من تلغى الطوارئ أصلا ونحن أمام جهة قضائية العنوان الدستوري قال يوم 29/3 قال تجدد حاله الطوارئ 6 أشهر فقط لا غير تمام يا استاذنا نعم. وبعد ذلك تنتهي من تلقاء نفسها يعني 29/9 نهايه حاله الطوارئ يا استاذنا دونما حاجه الى قرار جديد فاذا قانون الطوارئ اصلا ملغي من تلقاء نفسه دي حاجه واحنا بنكلم محكمه ما بنكلمش ناس ثانيه ده محكمه ومحكمه من شيوخ القضاه يعني القضاة الموجودين على المنصة من شيوخنا شيوخ القضاة الناس المحترمة اللي موجودة في البلد فأنا مش عايز أنا ما بحبش أخش في مجادلات كثيرة في هذا الأمر أنا ليا موضوع نتعامل مع ورق أصم مش عايز أتكلم باعتبارات شخصية ده ممكن أتكلم به واحد تاني غيرنا لكن احنا دورنا الأساسي الآن أنا بقول للمحكمة إنك أنت محكمة غير مختصة وإذا كنت عايز تتجاوزي هذا الأمر تتجاوزيه بعد وفاتنا بقى لأن احنا ما ينفعش نقف أمام محكمة متجاوزة لدفوع قانونية ونحن موجودين على نقف على أقدامين أمام المنصة هذا أمر لا يجوز بالمرة ولن نقبله طبعا نأتي بعد ذلك أن كل الأوراق تأتي خلوا تماما من سمة إدانة الأباح إطلاق يعني عندنا تحريات مباحث وتحريات اسمح لي وتحريات لعمر رضا أنا هقول لحضرتك ليه عمر رضا كتب هذا الكلام الرائد عمر رضا كتب هذا الكلام ليه أباح في مداخلة تليفونية أيام الأحداث يوم 8/5 من عمرو رضا الرائد عمرو رضا في مباحث امبابة مش كده يا استاذ يوم 8/5 عمل مداخله مع على احد القنوات مع الاستاذ معتز مطر تقريبا وقال له انا كنت في المنصوره ما كانش يعرف انه متهم لسه ما كانش لسه كان مسبيرو لسه ما اتهمهوش مش النيابه اللي اتهمته اقول لحضرتك على حاجه هو عامل من تليفونه مكالمات وهو في المنصوره نعم طبعا هذا الامر وليه حضرتك ما جبتوش حضرتك يا فندم تصريح يا فندم احنا طلبنا طلبنا تصريح للشهاده استاذ محمد شركات معلش احنا طلبنا كل الطلبات اللي تتخيلها والتي لا تتخيلها خلاص للاسف الشديد انا هقول لحضرتك على حاجه للاسف الشديد المحكمه استجابتش لا استجابت لبعض الطلبات نعم استجابت لبعض الطلبات ولكن في بعض الطلبات لسه هقول لك عليها صبرا انا بقول ايه الاخ الرائد عمرو رضا ده على في احدى القنوات الفضائيه عمل مداخله وكان ابو يحيى على الخط من الناحيه الاخرى بيقول لهم انا بلغت ان فيه كذا 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 يا جماعه والحقوا لان فيه بنت مسلمه مخطوفه محطوطه في احد الابنيه الملحقه بالدير الفلاني فالاستاذ المحترم معتز مطر تكلم احد الساده مسؤول الامن في الجيزه فقال له احنا الضابط بتاعنا على الاستاذ عمرو رضا الرائد عمرو رضا المحترم ده اتصل بالقس اللي هو راعي الكنيسه وقال له عن كان عندكم بنت مخطوفه مشوها واذا ما كانش عندكم قول لي بصراحه فابو يحيى ما كان له من تعليق الا ان قال ان هذا الضابط اما عميل واما عميل ازاي اتصل بناس محتجزين ده متهمين بجريمه خطف يا استاذ محمد
فهذا دي مسجله واحنا قدمنا بحث انتهائي للمحكمه. ايه اللي جت في خلاص يعني في انت حضرتك عايز تقول ان في اختصام بين نعم طبعا نعم بين الشيخ ابو يحيى نعم لانه لا تحدث عن هذا الضابط بصوره معينه طبعا وهذا للاسف شديد واحد واحد نعم انت حضرتك عايز تقول ان في اختصام طبعا الضابط ده عمل تحريات عن عمل تحريات وقال صح توقع ان ابو يحيى هو المحرض وهو المدبر وهو هو رغم انه قال برضه في دباجه تحرياته ان احنا تلقينا اتصال من شخص يدعى ابا يحيى بيقول ان فيه ازمه. المكالمه دي كانت يوم كام؟ يوم 7/5 الساعه 5 في الاحداث نفسها. نعم التصريح التصريح باستخراج شهاده من شركات المحمول اللي هي المتلقيه والمتصله فيما بين الاستوديو اللي حصل في الاتصال والشيخ ابو يحيى ده كافي انه يثبت اذا كان ابو يحيى موجود في القاهره طبعا ولا موجود طبعا ده كان طلب ده كان طبعا طلبنا صراحه من المحكمه طبعا بس انا ما بقولش احنا مش لسه بنتكلم الموضوع عايز اتكلم على ان في تحريات ادت من بصوره عايز اتكلم عايز اقول حاجه واحده يا استاذ محمد لما تكون كل هذه الادله امام محكمه ما حتى لو لم تقرا اوراق القضيه اللي وصلت ل 3200 او 3300 النهارده باقوال الشهود ومحاضر الجلسات و انا بقول يعني لو ان كل هذه الادله الدامغه امام محكمه انا شايف يعني انا بدون تعقيب على الحكم وبدون تحفيز وبدون توجيه اما ان احنا النهارده نقول له هذا الرجل المظلوم الذي شارف حبسه على قرابه العام الان انه تفضل يا ابو يحيى روح بيتك ومنعه من السفر زي الامريكان يا اخي طب عايز حضرتك ترد على حته تحريات المباحث طيب. احنا ابسط حاجه بنقولها هي تحريات شخصيه لا يعني تعبر عن يعني عن رؤيه لشخص مجريها هناك مبادئ مستقره لمحكمه النقد التي هي المحكمه العليا التي كلمتها هي الكلمه الفصل في مثل هذه القضايا ان التحريات لا تعد كونها اقوال مرسله تمثل الراي الشخصي لمجريها وتحتمل الصحه وتحتمل الخطا تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعويل على التحريات لإدانة شخص أبدا مطلقا بل التحريات تصلح أن تكون قرينة تعزز غيرها من الأدلة التي تساق وتقدم قبل المتهم ما اللي مقدم ضد أبو يحيى وخالد حربي محض كلام منسوب لبعض الضباط شوف بقى حضرتك العجب إن هم اليوم أقوال في التحريات ذكروها وودوها للنيابة العامة لما سئلوا بقى في تحقيقات المحكمة قدام المحكمة استدعوا كشهود قدموا أوراق المحكمة تناقشهم في هذه الأوراق التي قدموها جه الضابط الذي قام بإجراء التحريات عن أبو يحيى وخالد حربي حضرتك تعرف واحد اسمه مفتاح محمد فاضل قال ولا عمره شفته أنت عملت تحريات قبل كده قلت فيها أن أنت شفته أو اللي أنت تعرفه أن هو اللي جمهر ودبر وجاب الناس قال لا بصراحة أنا معرفش الشخص ده خالص وكذلك الضابط الآخر اللي هو اللي اسمه رضا عمرو رضا هو نفس الكلام جه قدام المحكمة قال أنا مش متذكر على الرغم من الفترة الزمنية ما بين تحرير محضر التحريات اللي قدمه للنيابة العامة وبين إدلاءه بشهادته قدام المحكمة ليست بالفترة الزمنية الطويلة التي يمكن أن نقول معها أنه نسي ولكن يبدو أنه ضميره استيقظ مثلا ربما فجاء قدام المحكمة قال أنا مش فاكر تفسير حسن النية ده يا أستاذ ده تفسير حسن النية جدا أنا مش فاكر حاجة خالص حاضرين في قضية الزيتون فاكر موضوع من سنين يا أخي الحاصل أن الأوراق خالية تماما من سمى الدليل يمكن أن تتساند إليه سلطة اتهام أو حكم بالإدانة قبل أبو يحيى أو قبل خالد حربي وغيرهم كثير من المتهمين في الأوراق التحريات لا يمكن أن يتم التعويل عليها بمفردها كدليل لإدانة متهم. طب إحنا الحلقة بتاعتنا النهاردة عن التجمهر أنت حضرتك شايف نرجع للتجمهر بقى تاني خلصنا الموضوع بتاع نرجع للتجمهر تاني حضرتك شايف المنظور التشريعي للتجمهر في الفترة القادمة يكون من خلال التقنين والتنظيم لا شك ان اي تجمع انساني يحتاج الى ان يضبط بالقانون تمام وتجمهر الناس وتجمعهم في مكان ما والذي قد يترتب عليه اذا لم يضبط بقانون يحكم هذا التجمهر وينظمه ويقعده ويضع له الضمانات الكافيه حتى لا يخرج عن الاطار العام اذا لم يتم ضبطه بقانون حازم يخشى ان يتحول هذا التجمهر الى عامل من عوامل الهدم وعامل من عوامل الفوضى واحنا عانينا في الفتره اللي فاتت يمكن بما فيه الكفايه من الخروج عن الضوابط المعمول بها عالميا وفي كل دول العالم المتحضر للتعبير عن الراي احنا مش ضد التجمع السلمي ولا ضد التعبير عن الراي بالعكس احنا بنشجع على ذلك وما قامت ثوره 25 يناير الا من اجل حريات الناس لكن الحريه غير المنضبطه تتحول الى فوضى فنحن نريد ان نقعد وان نضع ضوابط لهذا شكرا الأفضل. شكرا استاذ علاء عالم الدين محامي بالنقط شكرا للمعاليك استاذ انور شكرا, شكرا لسيادتك شكرا لكم اعزائي المشاهدين على وعد بلقاء ان شاء الله الخميس القادم قبل هذا الميعاد بساعه السلام عليكم ورحمه الله